هذا العام اخترنا أو اخترت حفلة على الخازوق. هذه مسرحية قديمة كما تعلمين، مكتوبة من حوالي 50 عام، والكاتب المرحوم محفوظ عبد الرحمن اسم كبير في عالم الدراما والمسرح بطبيعة الحال، كتب هذه المسرحية اللي هي بتتحدث عن الفساد. وبالتالي الله يرحمه كان بيعرف تماما أنه بدها تعيش كتير هاي المسرحية، لأنها مو بنت مرحلة تنتهي مع انتهاء هذه المرحلة أو تلك. أنت بتعرفي طبعا أنه من لما بدأ الإنسان البشر كلهم يتعاطوا بالتبادلات والمال بدأ الفساد، ولذلك أنت لاحظتي يعني الكتلة الأولى بتوديك باتجاه العصر الحجري القديم، وبعدين منجرها باتجاه يعني العصور الأخرى إلى أن نصل إلى يعني أيامنا هذه. نعم، أنا قمت بهذا الإعداد مشان الجيل اللي ما شاف هذا العرض. طبعا هو عرض عندنا بدمشق منذ 40 عام تقريبا، وقدم من قبل فرقة من إخوتنا بالكويت، قدم حتى يمكن بالأمارات العربية المتحدة أيضا، قدم في مصر، قدم في العراق. هذا كله من سنوات. اليوم في شيء له علاقة بالسوشيال ميديا، وسائل الاتصال اختلفت الصورة كتير، وبالتالي لزاما علينا كعاملين في المسرح أن نقدم المادة بطريقة وبأسلوب وبرؤية مختلفة عن الرؤى القديمة. مشان هيك أنا يعني كانت رؤيتي بتشكل منظومة محددة بفهم المخرجين المسرحيين والمشتغلين بالمسرح يعني بفهموا ماذا أقول. شكلت منظومة قابلة أن تعيش وتحيا في هذا مع هذا الجيل. ولذلك لاحظت حضرتك طبعا يعني معظم المشاهدين من الصبايا والشباب، وهذا اللي كان أنا بدي إياه إنهم يشوفوا هذا العرض. أهمية هذه المسرحية إنه هي مسرحية قريبة كتير من الناس، ومع أنها تناقش فكرة كتير عميقة إلى علاقة في جوهر السلطة وفساد السلطة. كان حظي جميل إن أنا لعبت شخصية المساعد اللي هو يعني محور أساسي في الدراما، يعني هو المحرك الأساسي. هذا المحرك اللي في الواقع هو ما بيظهر في الصورة، دائما موجود في الخفاء، دائما موجود تحت الطاولة، لكن في الحقيقة قد يكون هذا المخفي هو أكثر تأثيرا في مجتمعاتنا، هو أكثر تأثيرا في واقعنا العربي وفي سياستنا الداخلية لأي بلد عربي. هذا مو أول عمل بيجمعني مع الوالد، مجموعة أعمال اشتغلت معه. هذا العمل في له هيك خصوصية شوي على الأقل يعني عند الممثلين، أنه عرض يعني كوميدي من ألفه إلى ياءه. النص مثل ما بتعرفوا للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، وممهور بصك زيناتي إتسية. طبعا تجربة كانت بالنسبة لي ظريفة، وأنا من كل تجربة حياة بتعلم. العرض عم بيحكي عن الفساد بشكل عام، وتطرقنا بهذا العرض لحكينا على الفساد من بدء الخليقة مثل ما بيقولوا مع الإنسان الأول، وصولا للزي الحديث اللي كنت لابسه كشخصية النائب، وصولا للي شفته. أنا عم بلعب شخصية النائب، هي الشخصية الثالثة اللي بتفوت علي هند، وهي الشخصية الأخيرة اللي هو الرتبة مباشرة يلي قبل الزعيم. أيضا كمان تتفاجأ أنه فاسد مثله مثل كل الأشخاص اللي فاتت لعندهم وكل الرتب، لنوصل للنهايات مثل ما شفتوا بفوتة الزعيم. أنا حسن بهذا العرض، حسن الإنسان البسيط المظلوم اللي يظلم، فبتجي حبيبته أو خطيبته اللي هي هند بطلة العرض وتسعى لإنقاذه طيلة زمن العرض إلى أن تصل إلى الزعيم اللي هو ويأتي الزعيم ويخرج حسن ويضع كل من ظلمه في السجن ويعزله عن الحكم.
هلا اكيد اي يعرض او اي شيء بيلامس حياتنا بيلامسنا بيلامس مواقعنا جزء هون جزء برا بجزء باي مكان الظلم موجود بس دائما ان شاء الله الخير ينتصر نظلم ولكن الخير ينتصر ان شاء الله دائما.